السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نطوف بكم في أروقة الصحافة العربية والمحلية، ونسلط الضوء على أبرز وأهم مقالات الرأي والتحليل، إضافة إلى ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه مختلف القضايا من النشطاء والسياسيين والصحفيين. نبدأ حلقتنا لهذه الليلة من العناوين والمواقع الإلكترونية المحلية، والبداية من المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: خلال لقائه بغريفيث، الرئيس يتحدث عن إفشال الحوثيين اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار. التحالف أعلن إسقاطها في أجواء اليمن. الحوثيون قاصف K2 تستهدف مطار جازان وقاعدة الملك خالد. ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن. ستقل دفعة أخرى غدا. طائرة خاصة تنقل 260 مجندا من سقطرى لتدريبهم في الإمارات. مصدر أمني بتعز: العقد محرم في العناية المركزة ولم يفارق الحياة بعد. العثر على جثة قائد سرية باللواء الثالث دهامة في الخوخة جنوب الحديدة. مرفلس: الأمم المتحدة نزوح أكثر من 200 ألف يمني خلال العام الجاري. برتبة لواء: ميليشيا الحوثي تقيل القيادي الحوثي عبد الحافظ السقاف من منصب عينته الميليشيا. فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان، التحالف العربي يعلن إفشال هجوم حوثي وإسقاط طائرات مسيرة. وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن. بعد لقائه بالرئيس هادي وبن سلمان، غريفيث يصل صنعاء للقاء قيادات الحوثي. محاضر التحقيق في ملف اغتيال الشيخ راوي العريقي تكشف المستور أسماء القتلة واعترافاتهم، وكيف تم استدراج المجني عليه وطريقة تصفيته وعلاقة الانفصال هاني بن دريك. الصحوانات: سقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي في اشتباكات مسلحة بمحافظة إدلب. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: أي حل لا يلتزم بالمرجعيات سيؤدي إلى إطالة الحرب. صراع أجنحة في المحويت بين قيادات الحوثيين وتراشق بتهم الفساد. التحالف: إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو أراضي المملكة. رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ حزب الرشاد اليمني بمناسبة ذكرى التأسيس. ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن. مدفعية الجيش تدمر تعزيزات حوثية شمال البيضاء. العديني: سلمنا نائب الرئيس الخطة الزمنية للبرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية. الهجري يشيد بالدعم الأمريكي لمكافحة الإرهاب ويشدد على ضرورة أن يتم عبر أجهزة الدولة. قائد محور فعز يدشن توزيع البطائق الإلكترونية لمنتسبي الجيش الوطني. العاصمة أونلاين: الإصلاح يهنئ حزب الرشاد اليمني بذكرى التأسيس. ميليشيات الحوثي تستولي على أراضي بصنعاء وتمنع المواطنين من الاقتراب. معاداة الإصلاح والسعودية ضمن أجندة الدورة الطائفية للحوثيين. طيران التحالف يدمر تعزيزات حوثية في صنعاء وصرواح في مأرب. صنعاء: ميليشيا الحوثي تهدد عائلة قيادي إصلاحي بالطرد من منزلهم. غريفت في صنعاء لإجبار الميليشيا بتنفيذ ستوكهولم. فضاعت حوثية بحق النساء المختطفات. معاداة الإصلاح والسعودية ضمن أجندة الدورات الطائفية للحوثيين. طيران التحالف يدمر تعزيزات حوثية في صنعاء وصرواح بمأرب. سبتمبر: قوات التحالف تسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا باتجاه مدينتي جازان وأبها. وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة. الفرق الهندسية للجيش تلف 600 لوم من أرض زرعتها الميليشيا في الحديدة. قائد محور فعز يدشن توزيع البطاقات الإلكترونية لمنتسبي الجيش الوطني. انتزاع 901 لوم زرعتها الميليشيا الحوثية خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري. الميليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في هايس في الحديدة. الحديدة: استشهاد مدني في قصف حوثي على حيس. الإرياني: الميليشيا الحوثية تستقطب الأطفال لتجنيف الهوية وتدمير النسيج الاجتماعي وتنفيذ الأجهزة الإيرانية. يمن مونيتور: غريفيث والصليب الأحمر يتقدمان بمقترح للحوثيين لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى. غريفيث في صنعاء من جديد للدفع بالحوثيين نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم. افتتاحية الصحف الأمريكية تسلط الضوء على انسحاب الإمارات من اليمن وسبل صناعة السلام. وفد رئاسة وزير الدفاع اليمني يلتقي أعضاء في الكونغرس الأمريكي. وكالة سبا: السفير السعدي: أي حل سياسي في اليمن لا يلتزم بالمرجعيات الثلاث سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة. الإرياني: الميليشيا الحوثية تستقطب الأطفال لتجريف الهوية وتدمير النسيج الاجتماعي وتنفيذ الأجهزة الإيرانية.
الإصلاح نت. رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ اتحاد الرشاد اليمني بمناسبة ذكرى التأسيس. رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح يلتقي نائب السفير الأمريكي ويشيد بدعم بلاده للشرعية والتحالف. نائب الرئيس يلتقي التحالف الوطني للمكونات السياسية بحضور رئيس الحكومة. رئيس رابطة أمهات المختطفين دور الحكومة والمنظمات لجهل المختطفين في سجون الكوفيين سلبي وضعيف جدا. إلى الصحافة العربية والبداية من صحيفة عكاظ السعودية. عكاظ السعودية. اليمن وقفة احتجاجية لطرد السفن الإيرانية من المياه الإقليمية. منظمة حقوقية تجنيد أكثر من 1000 طفل في اليمن. التحالف إسقاط طائرتين حوثيتين في الخميس. واس نائب الرئيس اليمني يلتقي التحالف الوطني للمكونات السياسية لبلاده. وزير الدفاع اليمني يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي. صيادون يمنيون يجددون رفضهم لوجود السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز للمياه الإقليمية. الشرق الأوسط. ترامب تقدم كبير تحقق مع إيران ونريدها خارج اليمن. سفينة إيرانية تعطل نشاط 30,000 صياد يمني في البحر الأحمر. سوء الصحة ونقص الغذاء عقاب حوثي آخر يفتك بالأمهات في اليمن. الحوثيون متهمون بإعادة اتفاقية السويد إلى نقطة الصفر. غريفة في صنعاء لحسم ملفات الأمن والموارد والسلطة المحلية في الحديدة. إحباط هجوم حوثي بثلاث طائرات مسيرة استهدفت جازان وأبها. وكالة الأناضول التحالف اعتراض ثلاث طائرات مسيرة باتجاه جازان وأبها جنوب السعودية. الرئيس الأمريكي شدد على رغبة واشنطن في خروج إيران من اليمن. الأمم المتحدة أكثر من 274,000 نازح باليمن في 2019. إلى مقالات الرأي والتحليل والبداية من الصحفي صالح الصريمي، حيث كتب مقالا عن المختطفين العالقين بين سندان ظلام وإرهاب وتعذيب وأحكام وقرارات الميليشيا الحوثية ومطرقة المبعوث الأممي وأجندات الأمم المتحدة التي لا تقيم وزنا لمعاناتهم ولا حتى لاتفاق السويد. أوقفت الأمم المتحدة تحرير مدينة الحديدة بدعاوى إنسانية، لكن ثمة ملفات ذات طابع إنساني لم تلتفت إليها الأمم المتحدة بسبب القصور لدى مندوبها. هذه الملفات لا تقل أهمية عن ملف الحديدة إن لم تكن أهم. من هذه الملفات ملف المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي. هذا الملف الخطير لم يلتفت إليه المبعوث الأممي رغم أهميته إلا فيما يخدم ميليشيا الحوثي في الإفراج عن المتمردين من أفرادها الذين وقعوا تحت قبضة الجيش الوطني مقابل إخلاء سبيل أساتذة الجامعات والطلاب وغيرهم من الذين خطفتهم الميليشيا من جامعاتهم ومنازلهم ومقرات أعمالهم وقامت بتعذيبهم جسديا ونفسيا. وفي نهاية المطاف واستكمال لفصول الجريمة تصدر ميليشيا الحوثي قرارا بإعدام 30 مختطفا على لسان قاض يعمل لحساب الميليشيا ومن محكمة ملغية ومن عدمة الصلاحية في ظل صمت مريب من قبل المندوب الأممي الذي أثبت تغاضيه عن جرائم ميليشيا الحوثي. ولم تحرك مشاعره الإنسانية قرار القتل الجماعي الذي أصدرته ميليشيا الحوثي بحق العشرات من الأبرياء تعرضوا لصنوفا من التعذيب الجسدي والنفسي في سجون الحوثي. إذا كانت جرائم ميليشيا الحوثي بشكل عام وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين لا تجد مكانا لها في جدول أعمال المبعوث الأممي ولا في دائرة اهتمامه، فما هي الفائدة المرجوة من وظيفته الأممية؟ بعد كل جولة مشاورات بين الدولة والمتمردين يقدم السيد مارتن غريفيث إحاطته لمجلس الأمن خاليا من ذكر جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين الذين توفي منهم ما يزيد عن 200 مختطفا تحت التعذيب. رصدت رابطة أمهات المختطفين 132 منهم بالاسم وصنوف التعذيب التي أدت إلى وفاتهم. تجاهل السيد غريفيث الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين شجعت الميليشيا لتجاوز مرحلة التعذيب إلى مرحلة الإعدام الجماعي وجعلت المندوب الأممي شريكا بطريقة غير مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة عام 48 ومخالفة لجميع القوانين والمعاهدات المتعلقة بتجريم التعذيب والمعاملة السيئة والعقوبات القاسية. تتكرر الزيارات العلنية وغير العلنية التي يقوم بها السيد غريفيث إلى صنعاء للقاء بالجاني دون أن يكلف نفسه بعمل زيارة للمجني عليهم أو في أقل الأحوال تشكيل لجنة لزيارتهم والسماع منهم مباشرة لما يتعرضون له من تعذيب. سيكتب التاريخ بأن ثمة مندوبا أمميا تجاهل صراخ الضحايا ونداء أسرهم واهتم بالجاني. سيكتب التاريخ بأن ثمة مندوبا أمميا تحول إلى مجرد مراسل للمتمردين لا أكثر. وما على المختطفين سوى تحمل المزيد من التعذيب والقتل وانتظار صحوة الضمير لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتنقذهم من جحيم الميليشيا.
تساءلت افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر متى ستنتهي الأمم المتحدة من مهمة إنقاذ ميليشيا الحوثي التي تواصل انتهاكاتها وإرهابها وأيضا أحكامها الصادرة بحق مختطفين شملهم اتفاق السويد في عنوان مقال سمته الافتتاحية بملشنة القضاء. متى يعي المجتمع الدولي وصناع السياسة الدولية أنهم يحاربون متمردين على شرعية شعب ومواثيق دولة ويتعاملون مع ميليشيا انقلابية لا عهد لها ولا ميثاق؟ هذه هي الميليشيا الإمامية السلالية العنصرية التي يجابهها الشعب اليمني منذ 5 سنوات متحملا جرائمها وانتهاكاتها لكي لا تفرض عليه مشروعها السلالي كأمر واقع، في الوقت الذي يتماهى مع مشروعها بعض عرابي السياسة الدولية ومؤسساتها التي أصيبت بمرض الشيخوخة جراء ما ترتكبه من جرائم وحروب عبثية بحق دول وشعوب العالم النامي. 5 سنوات والأمم المتحدة للأسف في مهمة إنقاذ الميليشيا الحوثية المتمردة على الشرعيتين اليمنية والدولية، ولأن الأمر هكذا محاولات أممية حثيثة ومتكررة لتوفير غطاء وحماية لجرائم وانتهاكات الإنقلابيين. ففي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة جاهدة لإطفاء الشرعنة لهذه الميليشيا الإرهابية السلالية العنصرية التي لا تؤمن إلا بالوهم والخرافة البلهاء والادعاء الساذج بالحق الإلهي في الحكم، تواصل هذه الميليشيا الكهنوتية تحديها الساخن لكل مساعي الجهود في التوصل إلى سلام دائم يحفظ دماء اليمنيين المراق عبثا بارتكابها المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين بالقصف والتجويع والتشريد والاعتقال والاختطاف والسجن والتعذيب، وختمتها بإصدار أحكام الإعدام ضد 30 مدنيا كانت اختطفتهم عقب انقلابها على شرعية اليمنيين والسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014. ليس غريبا على اليمنيين أن يروا أحكاما جائرة وسياسية تصدرها فئة سلالية عصبوية ضالة ومضلة تدور حول نفسها ولا تؤمن بالآخر، لأن عامة اليمنيين مدركون أن سلوكا كهذا هو من طبيعة ودندنة هذه الجماعة الكهنوتية والعنصرية المارقة والسارقة التي تستجر التاريخ الدموي لأسلافها وأجدادها عبدة الشيطان أدعياء الإمام الهالكين الذين سقطوا قبل قرون غابرة صرعى وهم يلهثون وراء خرافة الولاية لتحاول إسقاط ذلك التاريخ السيء على واقع حال اليمنيين اليوم وفي الألفية الثالثة. بل الأفضع من ذلك أن يأتي إصدار أحكام الإعدام هذه بالتزامن مع انعقاد الدورة 35 الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ما يعني ذلك أن هذه الجماعة الكهنوتية الظلامية ماضية في صلفها وتحديها الساخن لكل المساعي الخيرة والجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، كما أنه يأتي مع اقتراب حلول موعد السقف الزمني الذي حدده فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لتنفيذ اتفاق السويد بصورة صحيحة وسليمة تتوافق مع نص وروح الاتفاق الموقع مع الميليشيا الانقلابية برعاية الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي والذي يقضي بانسحاب الميليشيا الحوثية من الحديدة وموانئها. وذهبت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى إصدار هذه الأحكام المجحفة لتربك المشهد وتقدم نفسها للمجتمع الدولي ولكل الساعين وراء سرب السلام دليل آخر بعدم جدية هذه الميليشيا الذهاب إلى السلام، وهي اعتادت دائما على إجهاضه كلما وجدت نية جادة من المجتمع الدولي لإيجاد سلام حقيقي وفق المرجعيات الثلاث، وكأنها تقول للجميع لا سلام في اليمن ما لم تشرعنوا وتعترفوا بعودة إمبراطورية كسرى وأبناء كهنة فارس. إن تمادي وصلف ميليشيا إيران الإنقلابية في التنكيل وارتكاب جرائم القتل وممارسة المزيد من الخروقات والانتهاكات بحق اليمنيين سواء عن طريق القصف المدفعي والصاروخي أو عن طريق إطلاق الطائرات المسيرة أو زراعة الألغام والعبوات الناسفة، ما هي إلا رسائل واضحة وجلية تؤكد أن الميليشيا الحوثية الإنقلابية الإيرانية جماعة سلالية وعنصرية وإرهابية تنفذ أيدي إيرانية في اليمن بقوة السلاح لا تؤمن بالسلام، واعتدت لفرض أفكارها المنافية للعقل واختلاف الأزمات والفتن والعيش في حروب وصراعات منذ أزمنة سحقة، ومن هنا يتأكد أن هذه الميليشيا غير جادة مع أي توجهات نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن، وبذلك يتوجب على الجميع أن يعوا بأن السلام مع هذه الميليشيا مستحيل بالمرة، لأن هذه الميليشيا الإمامية الحوثية الإيرانية لا ينفع معها إلا القوة والحسم العسكري، وبغير القوة لا يمكن إخضاع هذه الجماعة الكهنوتية لقواعد السلام. سيناريوهات ومسلسل تصفيات الميليشيا الحوثية للمشايخ الذين سهلوا لها المرور وساندوها وقاتلوا إلى جانبها في سبيل قتل اليمنيين وإسقاط دولتهم، كتب عن هذه السيناريوهات الباحث عبد السلام محمد. ما
بدأت ميليشيات الحوثي في خطة تصفية الوجهات الاجتماعية المنتمية للمؤتمر من الذين مكنوا لها في المحافظات الشمالية بأوامر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهناك خطة شبيهة لتصفية الهاشميين الموالين سابقا للمؤتمر وزعيمه صالح، وحتى الذين عادوا إلى حضن الحوثي مؤخرا بعد التحاقهم بالقيادي طارق صالح سيتم تصفيتهم في مشهد دراماتيكي أكثر بشاعة. المتابع للحركة الانقلابية حتى 21 ديسمبر 2014 كانت تتكون من عدة مجموعات، منها تنظيم استخبارات صالح العسكري وتنظيم الهاشمية الإمامية وجماعة الزيدية وجماعات قبلية مصلحية وجماعات سياسية صغيرة معارضة من التيار اليساري والقومي، إلى جانب نواة الانقلاب الصلبة تنظيم الحركة الحوثية الممول من إيران. بعد إحكام الحوثيين لقبضتهم على الشمال وبعد 5 سنوات من حرب مرهقة لكل المكونات اليمنية، بدأت إيران وميليشياتها بالانفراد في تشكيل دويلة الجنوب السعودية من خلال تصفية كل الرموز والكيانات المنافسة وإبقاء المجموعات والأشخاص التابعين بدون أدرع أو دعم أو قوة. تخلص الحوثيون من صالح ويتخلصون حاليا من المكونات الاجتماعية والقبلية والسياسية بعد إضعاف الحركة الزيدية، وسيتخلصون من الهاشمية الإمامية حتى يصفوا الجو لإيران وحركتها الثورية الحوثية. عن جناية الحوثية وتفخيخها للنشأ كتب الصحفي يحيى الثلاية عن صورة التقطها السلالي الميليشاوي المتمرد يحيى الحوثي بصحبة أطفال يتهيأ الحوثية للزج بهم في محارق الموت. يحيى بدر الدين الحوثي صاحب المقولة الشهيرة: إحنا الهاشميين أهل البيت، الإسلام خرج من بيتنا. في الصورة يحشد يحيى الحوثي أطفالا يمنيين في عمر الورود ويصفهم خلفه بطريقة مقززة ومستفزة. يلتقط الحوثي الصورة المستفزة بصفته وزيرا للتربية والتعليم في مناطق يحكمونها قصرا، وزيرا بتعيين من أخي عبد الملك، وعبد الملك هو الآخر يستمد مشروعية سلطته فقط، إنه الشقيق المتمرد الصريح حسين الحوثي. خلال تمرد حسين الحوثي كان هذا السلالي يدين شقيقه وبارك للجيش أنذاك مقتل شقيقه، وهنأ القيادة بإخماد الفتنة وقطف رأس زعيمها. وهو عاد في الصورة يزعم إنه وزير وأن أخاه شهيدا، ويدعي ببجاحة مفقود الذاكرة أنهم أهل بيت محترم وسلالة نظيفة. عن المخاوف من توطين اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي كتب الصحفي شادي خسروف على صفحته في الفيسبوك: نعم لدينا إنسانية، نعم لدينا إنسانية، نعم نشعر بمعاناة الآخرين ونرغب في مساعدتهم، ولطالما فعلنا منذ انهيار الدولة في الصومال. ليس لدينا مشكلة مع لون اللاجئين أو عرقهم أو دينهم، ولا نربط الشر والجريمة بلون البشرة أو الدين كما يحاول البعض فعل ذلك، ولكن الأمور واضحة وضوح الشمس. هذه الصفقة ليست صفقة بريئة، وبالتأكيد ليست ذات أهداف إنسانية أيها المجتمع الدولي. إن حشد مجموعات بشرية بهذه الأعداد المهولة في مكان واحد دفعة واحدة أو حتى على دفعات وفي هذه الظروف وهذا التوقيت بالذات، حيث لا دولة ولا قانون ولا نظام قادر على استيعاب اللاجئين وحمايتهم وخدمتهم وحماية نظام المجتمع وخير الدولة، حيث ثمت بلد يعاني ويلات الحرب والانقسام الطائفي والمذهبي والمناطقي والسلطوي حد التشظي، ناهيك عن الفقر والجوع والمرض المتفشي، ناهيك عن الجماعات المسلحة والإرهاب والعنف. إن هذا التوطين لهو حقا كارثة اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية، وعواقبها المرعبة بلا حدود. الدكتور محمد جميح كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك عن عصر الكهنوت وعن المراكز الطائفية الحوثية وعن شقيق زعيم التمرد والإرهاب المدعو يحيى الحوثي: مرة كنت مع يحيى الحوثي في لقاء متلفز فقال مفاخرا بأن القرآن نزل في بيتنا. قلت له حينها: الذي يعرفه أن القرآن نزل في بيت محمد بن عبد الله وليس في بيت بدر الدين الحوثي. ومرة قال: إن الكلام الذي أقوله هو كلام النواصب من أمثالي، وأعطانا محاضرة عن الإمامة وشروطها. وهو اليوم بوصفه وزيرا لما يسمى بوزارة التربية في حكومة الميليشيات يعبي عقول الأطفال بخرافات الولاية والإمامة وبأفكاره عن الجهاد ضد النواصب والأمويين، ويكذب عليهم أن الإسلام الذي عرفناه بعد ثورة سبتمبر هو إسلام الأمويين والوهابيين والنواصب الكافرين وغير تلك من الأفكار التي تعبأ بها عقول الأطفال في مخيمات صيفية طائفية تعمل على تلغيم مستقبل اليمنيين. نحن يا سادة في عصر الكهنوت، عصر آل بدر الدين الذين يقولون للأطفال إنهم آل محمد، عصر الإسلام الذي قال الحوثي إنه خرج من بيت بدر الدين الحوثي، وأخشى أن يكون خرج ولم يعد.
إلى تويتر، حيث كتب الصحفي خالد العلواني تغريدة عبر فيها عن رفض المجتمع اليمني لمراوغات المبعوث الأممي وتسويق الأوهام ومحاولاته المستمرة لمساواة الدولة بالتمرد الميليشياوي. نرفض مراوغات مارتن غريفيث وسياسة تسويق الأوهام عبر الإحاطات المواربة أمام مجلس الأمن التي تساوي فيها بين الحكومة والميليشيا، وتتجاهل حقيقة الداخل اليمني الذي يحترق بنيران الانقلابيين فيما يموت من نجا من القتل بالرصاص والألغام وآلة التعذيب بالجوع والكوليرا والأفكار المفخخة. المحامي محمد المسوري كتب تغريدة على حسابه في تويتر دعا فيها الحكومة والدولة اليمنية إلى اعتبار 17 يوليو موعدا نهائيا لمارتن غريفيث الذي من المفترض أن يقدم إحاطته لمجلس الأمن حتى يظهر الحقيقة. ليس للمبعوث الأممي فقط بل وللحكومة أيضا، فكما تعلمون بأن الرئيس والحكومة أعطوا المبعوث آخر فرصة، فإن كانت إحاطته بعد يومين صادقة وحاسمة فبها ونعمت، ما لم فإن الفرصة النهائية قد ضاعت عليه وعلى الرئيس والحكومة حسم الأمر وعدم التعامل معه، يكفيهم تلاعب بقضيتنا. الناشط الحقوقي يوسف أبو راس يتساءل في تغريدة له على تويتر عن سبب عدم تسمية الجهة من قبل المبعوث الأممي التي حكمت على المختطفين السياسيين بالإعدام، مطالبا المبعوث الأممي إلى مغادرة الفهلوة والخداع والتدليس. يستمر غريفيث في ممارسة الفهلوة واستغباء اليمنيين وفي لعب دوره كممسحة لقدرات الحوثيين، هذه اللغة الخشبية المراوغة لم تعد تنطلي على أحد. لماذا لا تسمى الجهة المسؤولة عن إصدار حكم الإعدام بوضوح؟ صعب على غريفيث حث الحوثيين تحديدا باعتبارهم من أصدر أحكام الإعدام لأن ذلك لا يتفق وممارساته وإحاطاته المخادعة. الناشط والباحث أسامة الروحاني كتب تغريدة عن جريمة ارتكبها الميليشيا الحوثية بحق ابن عمه حسين الروحاني والذي لا زال مختفيا ولا يعرف أهله عنه أي شيء. أربعون يوما من الغياب والإخفاء القسري لابننا وأخينا حسين الروحاني من قبل الحوثيين دون أي ذنب أو تهمة، لا نعرف هل ما زال حيا وهل ما زال بقواه الجسدية والعقلية والنفسية بعد هذا الاختفاء المرعب والشنيع. وزير الإعلام معمر الإرياني كتب عن مسلسل التصفيات الجسدية التي تمارسها الحوثية بحق أتباعها ومناصريها والتي كان آخرها الشيخ سلطان الوروري الذي سهل للميليشيا العبور في عمران وقاتل معها والتي كافأته الميليشيا بالقتل والسحل. جريمة تصفية الشيخ سلطان الوروري بصورة وحشية، وهو من مشايخ مديرية القفلة وعذر عمران الذين عملوا مع الميليشيا الحوثية منذ وقت مبكر على يد ما يسمى بالأمن الوقائي، يؤكد دموية الميليشيا ومنهجيتها القائمة على الغدر والخيانة والنكب بالعهود والمواثيق، ولن يسلم من جرائمها حتى من سندوها. أدعو مشايخ وأعيان وأبناء محافظة عمران لاتخاذ موقف مشرف يوازي الجريمة وينتصر لعادات وتقاليد وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة والوقوف الحازم في وجه هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتي جاءت لتنتقم من كل ما هو يمني وتستهدف النسيج الاجتماعي وتسعى لطمس هوية وتاريخ اليمن. الصحفي همدان العلي كتب عن كارثة استغلال ميليشيا الحوثي المدارس لجعلها موطنا لتفخيخ النشء من خلال المراكز الصيفية الطائفية الميليشاوية. كارثة استغلال الحوثيين للمدارس والمراكز الصيفية لتطييف المجتمع ونسف قيم التعايش فيه تستحق من رئيس الجمهورية خطاب يتحدث عن هذه الجريمة التاريخية التي ترتكب بحق الشعب اليمني ويعلن بأنه سيرفض الجلوس على أي طاولة مشاورات ما لم يتم إيقاف عملية حرث الهوية اليمنية. الصحفي سام الغباري كتب تغريدة عن تناقضات الميليشيا الحوثية حيث تحاول وتدعي استقبال ناشطيها السلاليين في الوقت الذي تقتل وتنكل
بمن دعموها والتي كان آخرها الوروري. يحتفل محمد البخيثي وحسين العزي بعودة ناشطين سلاليين أرسلوهم مسبقا لغرض التمكين وسحبوهم اليوم محاولة للتأثير على نفسية خصومهم. لم تزل جثة شيخ اسمه سلطان الوروري سحله الحوثيون بعد أن أدسم شواربهم بالسم والعجل الحنيذ. قتلوا مضيفهم ببشاعة مفجعة وتركوه في الشارع هنيئا. الصحفي أحمد شبح كتب عن متمردين، عن المتمرد الحوثي والمتمرد الانتقال الانفصالي، واعتبرهم لا يمثلون لا الشمال ولا الجنوب. المتمرد الحوثي مهد المشاط ومحمد البخيتي لا يمثلون أبناء المحافظات الشمالية، والمتمرد الجنوبي عيد روس الزبيدي وهني بن بريك لا يمثلون أبناء المحافظات الجنوبية. جميعهم يستخدمون السلاح ويستغلون ضعف الدولة للاستقواء على الشعب اليمني وفرض مشاريعهم التي لا تخدم الوطن والمواطن، ويرفضون الخيارات الديمقراطية للوصول للسلطة. ختاما نتابع جملة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.